أخبار اليوم. هنشوف بإذن الله خير كتير قوي لمصر، وأنا متفائلة بالرئيس السيسي. إن شاء الله مصر هتبقى من أحسن ما يمكن. سيدة الفاضلة جهان السادات، ماذا تقول للسيسي ولمصر؟ أقول للسيسي ربنا يحفظه لينا والمصر، لأن حقيقي زعيم وطني بيحب مصر وبيتفانى لخدمة مصر. نفسي بقى نقف جنبه، مش كلام، عمل، بمعنى إن كل واحد يعمل أكثر مما يعمل. إحنا بنتكلم أكثر ما نعمل بصراحة، خلينا بقى نعمل أكثر مما نتكلم. حضرتك ترد على اللي بيقوله انتخابات رئاسية مبكرة، ماذا تقول؟ دول عايشين في أحلام خرافية. مبكرة إيه؟ وإحنا هنلاقي أحسن منه فين؟ بصراحة كده مش تحيز ليه، هنلاقي زعيم زي وطني بيخدم بلده قاعد ليل ونهار بيعمل لمصر، هنلاقي زيه فين؟ مين اللي يقدر يعني يبقى زيه؟